كنا كيرون شي زعزع على المنطقة ما كان غير الحريق وجد أكبر مش نغا واش أمم شي راطة بالغدا بالحاري واش أمم شي راطة بالغدا بالحاري علاش تديرو كلاش شوف انا ما كاينش اللي تيسطيني من غير بنادم تيكون طناز. يو السلام عليكم الدراري، معكم يوسف بوسحاق في يوم جديد وفيديو جديد. مرحبا بكم في الحلقه الرابعه من فلاش باك، الحلقه اللي عرفتي مده طويله وانا تنفكر باش نديرها ويقدروا يكونوا فيها اجزاء. يكفي انكم الدراري تكتبوا لي في لي كومونتير واش بغيتوا نزيدوا اجزاء اخرى على هذا الفيديو هذا، حيت الفيديو ديال اليوم طويل. المهم باش بلا ما نحرق لكم انا نشرح لكم دابا شنو كاين الدراري. هاد السطه اللي معنا اليوم اللي غادي نديروا له فلاش باك تيخرج طاحت عليه واحد الفكره راه داير ضجه كبيره كبيره هاد الايامات هادي، خصوصا شوف الراب يعني راه تتسمع كلمته تتسمع المبوق راه داير شي كونسيبت داير شي لعيبات وفكره واعره واعره بزاف. الدراري تيخرج للشارع تيتسركل مسركل فهمتي، هاز المايك هاز باف معاه تيوقف على بنادم تيرابي يعني عرفتي. شوف وطاح على شي بنادم راه ما يمكنش الدراري بالرجوله، انا شفت بعض الفيديوهات الدراري راه لا يمكن بنادم نيفو مقود. خلينا من هذاك بنادم اللي تيمشي تيسجل ب 150 درهم تيقاد كليب مخربق تيلوح تيبغي يتشهر نيشان، بنادم مكمش اطال قد تسرح فهمتي مطلع الفايب الراس هو وعشرانو يعني. شوف واحد النيفو تشوفوه الدراري اللي ما يمكنش الدراري. باش بلا ما نطول لكم الفيديو الا بغيتو الاوفيسيال غادي تلقاوه لتحت في الديسكريبشن، دخلوا الدراري بالرجوله كونسيبت زوين وتنحتارمو هو اللي غادي يدوز معايا دابا فلاش باك. اوكي باش بلا ما نطول لكم الدراري وكيف ما العاده يا 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 اهو رش سكو 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 ما تنساش ديك سبسكرايب سبسكرايب دير ديك الجرس لي لايك الدراري باش يكبر الكونسيبت الدراري يزيد. بغيت تفرقع في لي لايك الدراري ولي كومونتير وكاين فيديو طويل دابا غادي ندوز غير بعض الناس اللي داروا فريستايل بغيتو الجزء الثاني ولا الجزء الثالث كاع ما كاينش المشكل الدراري، يكفي انكم تكتبوه ليا في لي كومونتير. وكيف ما العاده بيس نفتح لك اوكي خصوصا هاد خونا هذا راه لا يمكن الدراري والرجل هاد خونا هذا الفري ستايل ديالو هارب ديال بصح وجو بونس ولا بقى عنده كونتاكت مع المبوق ولا هو المانجر ديالو بالرجل او خدام في بروجي الله يسهل عليه. شوف الصور كيفاش بالدم الدم كتدمع عجب الزلقه تشوف الدراري مورطلو باليوم ما رطناش كتجمع وعي كاينه تسنى تعطف طالب ربي يلطف شهره فيا كطمع مع قلبي كيضرب غادي نغني حتى النهار اللي صوتي فيه غتسمع كنا كيرون كيزعزع على المنطقه ما كان غير الحريق وجد اكبر مش ناقه جرحنا القلوب اجيت شوكي باقه من بكري في الدروب رسمنا الانطلاقه ما جيناش وسمينا راسنا الكليب علينا بغادي براسو في راسهم بكليب غاديين وكنخسروا عديالنا كيكثروا كيضحكوا فوجانا ما بغاونا مش ناقه السلاح رفوا النكاح ديالنا غنصوروا عجبني هاد السويتش هذا يعني شوف بنادم باش انا كتوقف عليه بانستري واللعيبات يعني ما والو يعني ما موجد الصاد يعني فهمتي جا بقى تيعطي لبنادم ويعطي فحال هذا البلان هذا راه مقود وهذا هذا خصوصا شوف مع احترامي كاع الدراري مقودين ديال بصح وواحد خونا مخليه في الجزء الثاني يعني الا بغيتو الجزء الثاني الدراري فهمتي مازال لحد الان عاكز عليه ولكن لا عجبني البلانات وعجبني التفاعل مع الفيديو نقدر ندير الجزء الثاني الدراري بالرجوله. واحد خونا راه الحمق حماق ديال بصح ولكن في هاد الخمسه هادو انا اللي اختاريت الاولاني هو الصطا اللي بدا به مولاي مش ناقص السلاح رفوا النكاح ديالنا غتصوروا منا غير النكاح الشهرة ما على باليش الضحكة السفرة ورا الكواليس الدم الكحل فاك بوليس البير فليب ما غتساليش اوكي اوكي ما غتساليش اوكي اوكي ما غتساليش اوكي اوكي ما غتساليش اوكي اوكي ما غتساليش واش الراب بوليتي سوق مغيس كلشي عافت خاصك لافار كاينه موسيقتي ربتني من بكري ربي صوفار وصلتني على الاندر كبرنا في الاندر وعشنا الشوماج وعشنا الشوماج ترى نفسنا مقوده بلا ما تفهمني فاق المسار واش مونامي خدم السيدي شحال من برلماني فيلم كوميدي عشنا ديزاني حق منا البيدي جبد البلا الثاني غنديرو الكريدي تالكتابه الدراري الكتابه كاينه الدراري لا تالكتابه كاينه الدراري عندك وتقولوا ها هكا ولا هكا الكتابه كاينه بالرجوله يا وليدي نسالك البلاد قول عم زين ذوق الكلمات مفيدي غنحطوا الريمات غنلوحوا في الفيس غنجمعوا الجيمات اسطوري كي كيلو كانل بالحيطار وبا بالكيلو وانا على الشيطان دموعي كيسيلو تعزيز في الوطن شعر لي ستيلو واش راوت الناس ديال البرنوصي حيت هذا الفيديو هذا دار في البرنوصي فهمتي يعني هو تيمشي للدروبه ديال كازا فهمتي يعني كل مره كل فيديو تترشق له على شي درب وكنت دويت معاه مؤخرا باغي يهبط عرفتي باغي يضرب المدن في المغرب كامل يعني باغي يهبط الورزازات مراكش اكادير المهم الدري باغي يخربها وانا عجبني الصاط الله يسهل عليه راتو غابقى يطلع جري جري معنا 10000 عندك ملي تفرش تقول ام سوري قلبنا محلابه قلنا لي فري ردوني ام سوري هيس معايا قولي تشوف
ندفع البيت كان توب توب. كنسمع البيت كان جهاز مالار كم تا غادي معلم. عجبتني هاد اللعيبه. اسمع اسمع كنسمع البيت كان جهاز مالار كم تا غادي معلم. عوني الصولو حيت عرفوني مسطي في الراب هاتا لالي. قسموا في الحلوه قدامي شافوني عدياني كنحلي شيطاني باغي. لا والله يتوقع هو هذا خونا. انا صاحبي شوف تيبان لي نحبس الفيديو انا ما ندوش الدراري الاخرين. هذا بوحدو رياكشن درا لساني خلاني غنمشي ونخلي عاوتاني في البشر زهري التبرونطا خلاني محشر. كرب من قلبي خاطيني تخشر هدويا حاطيني خدام مستشار. السيلو والورقه والليل والمطار ربينا من بكري فاكينا الوطن حلمنا بالغربه سكرنا في المطار. ممتي قالت لي امر بالقدر عمري ما نحتاج بالليل ما حد ومعياش ومعياش عرفتي خونا تيعنقو وتيشنق عليه والو ما بغاش يحبس. باقي عارف راسي نعطي غتقرص طوري غطلق المشاكل تقدر عاوتاني كاع ما تفهم خطي. ارض الزقات فينا شحال من دليل سول عشراني راه طاب لنا خطي. واش ممشي راه طاب الغدا في الحار واش ممشي راه طاب لنا خطي. لا لا تنيز الزر واش ممشي راه طاب الغدا في الحار واش ممشي راه طاب الغدا في الحار واش ممشي راه طاب لنا خطي. علاش تديرو كلاش؟ شوف انا ما كاينش اللي تيسطيني من غير بنادم تيكون طناز فهمتي. الله يجعلو يدير اي حاجه يكون طناز فهمتي. تسعيش بعد ما هاد علاش تيديرو كلا واي هذا عشير وقال هو كان معاه هذا كان باين في الفيديو شكل يا 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 فلوسي في باليزا ماما العزيزة شاق طريق بلا فيزا عارف حقادة توشي فيا فيزا. فلوسي في باليزا ماما العزيزة شاق طريق بلا فيزا حقادة توشي فيا فيزا. غنمشي بوحدي بوحدي وما غنرجعش يا يا ما تجيش انت تقول لي ما راجلش يا يا طريقي كاملة دارس غيت ونشير صاحبي ربينا يا ما تعبدو البشير. نيقا دراري هنا بغا الدوخة يا وانا باغي الفوضى يا دراري هنا بغا الفوضى يا وانا باغي نتصلاجها شي حاجة بنتك عطاش ليا جي جي الفراشة طفيا غير داك البروش اللي مشى ما مشاش الكرشة. لا ما عندي صاحبي عندي غير ربي اللي خلقني يا امي وبا امي وبا امي اللي كبروني يا تجيش انت وتقول لي باسي داز عندك مقوى انت حنا راه بلونجينا صاحبي شي حاجة ما مقوى. اللي عجبني دابا في الفيديو فهمتي مبقيتش مركز مع الدري بزاف وبنادم فهمتي تيقول هذا يزيد تيقول اش 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 طرابيت جاي فهمتي. بنادم الساط مخياخ في عقلو صمت مصراتي تسننو عالسمر ماشي بلاك يلا سير تناك صاحبي غبرتي في هاد الجيم انا لا اراك لا اراك صباك في الاس ديالك كي لك لا ميتوشاش بيبيروش ومينو لا صوتك لي كلاس واش اونيلا عنجرية فرقنا الوجه مي بقينا فاميلا واش تيكيلا عايشين عشت الفافيلا في دماغي دراكيلا غنبلف في الخزاع زين نيلسون مونديلا او نو زنجي جيب الفون زوا في الخويا العيش هنا نواري بلون وي مالك البلون حسن بلا ما تقارن برورا ما انا غتشزو وي ما غتشزو وي ما تطور صعيب عليك في النيفو بغيتي نايت ساحي مطلهاش ولا هذا داخل سخون هذا ساموراي في الراب على جوج وجوه مطي سيفو نتكرم مع الرجال ومع الشمايت كان تسيفو كان الراس تصح كانوا هما اطلقنا اللي كالماي شمايني كيدوز من تما بين شمايني واي حبس له البيز الصاد كان غادي ناضي. بلان بلان الدراري سو جايز ما بغيتش نطول عليكم الفيديو بزاف يكفي انها تجي فيه شي 10 دقائق فهمتي باش ما يجيش ناقص الفيديو فهمتي. ما بغيتش ندوز كلشي في دقه الدراري حتى يجي الفيديو بزاف بزاف طويل بزاف. سو لا بغيتوا الجزء الثاني الدراري ما عليكم الا انكم تصبطوا الكومونتيرات تكبتوها ليا تما لتحت تكبتوها كومونتيرات الدراري بالرجوله. بغيت لي لايك الدراري وقولوا لي واش بغيتوا الجزء الثاني ولا نحبسوا حد لنا. هادشي اللي كاين الدراري كانت هادي هي الرياكشن وكانت هادي هي الحلقه ديال فلاش باك. هادي ما تكونش رياكشن 100% غير هو تترجع تتحكي هادوك اللعيبات وصافي. هادشي اللي كاين الدراري كيف ما العاده كان معكم يوسف بوسحق وكانت هادي هي الفيديو ماشي الرياكشن الفيديو ديال اليوم. ما تنساش ابطل تحت دير سبسكرايب دير داك الجرس باش تكون الاوائل تشوف فيديوهات ديال يوسف بوسحق. تلاحوا عند الانستغرام اللي هو بوسحق بون برو تما غادي تلقاوني ديما. وكيف ما العاده يا 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 اهو رش سكو سكو سكو